الإمارات تعلن انسحابها من اليمن بسبب اللوك هذا. حق هاني بومبريك. لا لا بالعاني ضحاك ضحاك. لا لا مش بالعاني من صدق من صدق. الإمارات تعلن انسحابها من اليمن للمرة الثالثة، والانسحاب ده ما يعرفوش يسوونه إلا بمولدات الكهرباء. أما المعسكرات والسجون السرية حقهم فباقي وتتمدد في مكانه، أحيانا تنتقل وأحيانا يوسعوها.